ايوا السلام عليكم، واش الخوت مزيانين بخير؟ كنتمنى ان شاء الله ربي تكونوا مزيانين في احسن الاحوال ديالكم يا ربي. المهم الخوت، مرحبا بكم في فيديو جديد. شحال ما عملت شي فيديو الصراحه، وانا رجعت في فيديو ديالي ان شاء الله، وكنتمنى ان شاء الله دماغنا نرجعوا ما نوقفوش ان شاء الله. وفي فيديو اليوم الاخوان عايكم بحال تشوف العنوان، عايكون واحد رياكشن، غنبقاو نشوفو فيديو ديال الحلاقه، شي فيديو اللي كيضحكوا هذه الحلاقه، ولا فيديو شي حاجه واعره، شي حاجه لهبل ان شاء الله، عمقا نعملوا عليها رياكشن. كنتمنى ان شاء الله تجيكم هذه الفكره هذه، وكل مره عمقا نعمل رياكشن، وكل نهار افكار، وكل مره حاجه جديده ان شاء الله اخوتي. المهم الخوت، قلنا نبقى نعملوا شي فيديو ديال رياكشن، هيدا نبقاو رياكتو على فيديو ديال الحلاقه ونضحكوا مع بعضنا شويه ونشطوا. المهم ما غنشوفوا احسن حلاقه، ما غنشوفوا فيديو ديال الضحك. المهم كل مره شنو نعمل ان شاء الله. المهم الخوت، باش ما نطولش عليكم، نبداو الفيديو ديالنا. عرياكتو على شي فيديو ديال الحلاقه عندي هنايا، غنشوفهم مجموعين وعرياكتو عليهم. نتوما خوتي الا عندكم شي فيديو ديال الحلاقه، شي حاجه واعره، المهم فيسبوك ديالي هو، الانستغرام ديالي هو، بقاو تخليو لي فيديو ديال الحلاقه اللي كيضحكوا، شي حاجه لهبال فيديو ديالكم. المهم بقاو نعملو لهم رياكشن، كل مره بقاو نعملو حلقه جديده ان شاء الله. المهم ما نطولش عليكم، بداو الفيديو اخوتي. المهم الاخوان، عمدوا مع اول فيديو بقى معنا. شنو كاين من هذا؟ او كيتراسيلو الشلاغم، كيرسملو في الشلاغم، او فيرزاتشي، شي حاجه واعره الصراحه. واو جات واعره الصراحه. المهم اخوتي شو اول فيديو ناض واقف، المهم شو اول فيديو كيرسملو في الشلاغم، ولكن الصراحة هو عنده شلاغم قويين، ماشي بحال ديالي، بحال هادو ما عندك ما ترسم فيهم. المهم اخوتي كيما شفتو الفيديو الاول كيرسم له في شلاغم، وشو لا عذاب، يعني لا عذاب ضرب معاه، يعني كيزول له زغبة بزغبة باش داكشي كيجي مزيون. ثم شو لا عذاب الاخوان اللي كيضربو بنادم، باش ماشي كيجي شي واحد كيوريك هاد الفيديو يقول لك اعمل لي بحال هذا، وكيبغي داكشي من والو ميمكنش. ثم شو الاخوان كيفاش ترسلو داك الشلاغم، هو تبارك الله عندو شلاغم واعرين، يعني تقدر ترسم فيهم. المهم الخوت غندوزو الفيديو الثاني، بقاو معنا نشوف الفيديو الثاني. الفيديو الثاني ديالنا هو هذا. شنو هذا؟ واو شنو هذا؟ كيحسن له غير بالموس، موس ومشطار مقاس. عاملو الشراطي، واو هادشي يطلع واعر. شنو الناس اخوتي باش كتخدم؟ غير مشطة وكوتشية ومقاس، ما عملو حتى حاجة بالماكينة كيبان لي تما. واو هادشي واعر اخوتي، ما عرفتش فين هادو، واش في الهند؟ شوف كيفاش كطيح، كطيح الخط، كطيح الدرجة غير كوتشية ومشطة. واو واو والله إلا فنان، برافو ليه الصراحة. هادو لو كيعمان بين، شوفوا النتيجه كيفاش تخرج في الاخر اخوتي. واو والله العظيم لا واعر، طافين طافين الصراحه اخوتي. واو 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 والله العظيم صراحه فيديو واعر هذا اخوتي، والله العظيم باش تطيح الخط بمسطة وموس بحال هاداك، بمسطة وكوتشية، ما عندوش حتى الموس، كيخدم بلا لام، كيخدم بكوتشية غير بيدو، والله إلا زعما تحياتي والله، هادشي واعر أخوتي. المهم دوزو في فيديو آخر، هدا في فيديو هدا شعندو هدا، شنو كيعمل هدا؟ هذا باغي يخترع ماكينة يحس مقاس راسو زعما. والله إلا عبرات عليك الخاف، أجي اخترع مقاس. شافو هاد الفيديو هذا، هاد السيد هذا بغا زعما يعدل ماكينة غير راسو باش تحسنلو بمقاس، أجي حسن بمقاس. والله إلا عبرات عليك. هانتوما شتو أخوتي ماكينة جديدة اللي بغا يحسن بمقاس راسو في الدار هي هادي، والله إلا عبرة سعيد. المهم أخوتي ندوزو فيديو آخر، شنو هادشي هذا؟ هذا يحسنلو بهاد المقص زعما. هادشي
الصراحه كاين شي بنادم خصو بحال هذا المقصد اخوت والله عيد. هو كيسمع يدك الضرب هذا المقص كي خارج عينو دانك كيسمع يد الضرب هذا المقص ما كيعرفش منين داز. كنظن هذا المقص اخوتي الحوال واقيلا كيكزو بها الحوال حق ما كيبان لي ما كيطير الوالو اخوتي كيبان لي بحال اللي كيدوز معاه وصافي. شو كيدوز مع الشعر بحال هيدا من فوقي وصافي. اوه هذا الشعر طيب اخوتي. لا هذا كيطير له الشعر. اه والله الا كيطير له الشعر اخوتي قصوى الصراحه الخدمه بها. واو شو والله الا كيطيح حتى الخط حتى الدرجه كطيح اخوتي. واه والله الا واه شو الشعر كيفاش كينقص يعني كيطير له الشعر ماشي غير زعما كيهدو صافي. شوف شوف والله الا كاين شي بنادم الصراحه صالح له هاد المقص. واو والله الا برافو ليك كراتي شي مقص بحال هذا اخوتي كيسهل الخدمه كيضرب ضربه وحده ما كيرجعش. شوف صافي ضربة واحدة كيطيح الخطا هو بالعرض البطيء. هنا يعملوا فيديو بالعرض البطيء. شنو هنا كيدوز النص طريقة واعرة هادي اخوتي باش كيمسح الصراحة. كنسمعلو كلينكس تما بلا ما كتبقى تعذب. عجبتني هاد الطريقة هاديك لي دوز مع هادي. ها هو كيحسلو بديك المقص. واو إذا بزاف رجعو كيخدمو بهاد المقص اخوتي عندك يرجع هو لي كيخدمو. شوف كيش كيطير والله إلا واعر الصراحة. كتشري مقص بمية وخمسين درهم مية وسبعين درهم وكيحفى ما كيضرب فيه واحد المدة كيبدا يحفى مكيبقاش يقطع الشعر وما كتشوفوش الشعر المغربي اخوتي. تحية نبي ديالنا. واو والله إلا خصنا شي مقص بحال هاد. هاد الشعر خاص تخلع واقيلا. المهم اخوتي انتوما شفتو كيفاش كيطير هاد بهاد المقص هدا. واللي عجبني في هاد الفيديو الصراحة بزاف هو داك اللعيبة اللي عملو في عنقو اللي كيحسنلو بالموس من تحت وكيمسح الموس تما يعني بلا ما تبقى تعذب تمسح في الكومة. وهادي صراحة فكرة مزيونة. تقدر إلا دباز ديك كلينكس هاداك ما غير ما فيهاش بزاف د الماتيريال اخوتي. المهم الموضوع ديالنا ماشي هو هدا ندوزو في فيديو اخر اخوتي. فيديو ديالنا هنايا شنو هدا قرع شنو داك الشي هادا. اوه واعر هذا ماسك هذاك ولا شنو هذاك اخوتي نعاودو فيديو. والله الا سحب لي قراع في الاول اخوتي شي ماسك هذا. اوه اللي قلت لكم الناس عندها صاحبي بزاف د الحوايج ما كاينينش في هاد السعيده والله شي واعر اخوتي. اه والله الا هادشي واعر ندوزو فيديو اخر اخوان. هذا اوه طريقة واعرة هادي اخوتي والله الا الطريقة واعرة مجتمع ماكينة طلعو ودوز. والله الا زعما هاد الناس هادو اخوت فايتينا بسنوات ضوئية والله العظيم. كتشوف شي فيديوز كتبقى عايز تشوف راه خاص بغيت تطبق هادشي هذا انا والله ما يقدر تطبقو اخوتي بحال هادا مية في المية. سبحان الله تا الجو ما كيساعفش. المهم الخوت ندوزو في فيديو اخر. هذا شنو يعمل هذا السكوت هاي قطع قصة فكرة مزيونة. واو جات واعر الصراحة قلت شو هذا الشعر عندهم ضروري عاد جا واعر. ما هادو خي قطع الشعر بيدو بلا هاديك بلا والو عا يجي واعر. صراحة جات واعرة فكرة مزيونة وقلت عملوها في الدار خوت. المهم اللي عمل الطريقة هادي في الدار سوا انا في فيديو سيفطولي نشوفو كيفاش. المهم الخوت فيديوز اليوم كانوا هما هادو. كنتمنى يكون عجبكم هادشي هذا اللي دوزنا اخوتي. المهم الفيديو ديالنا انايا عيسالي تسالات الحلقه اليوم. المهم الخوت الا عجبكم هادشي هذا ما تسالناش لايك باش نعرف انا باللي الفيديو عجبكم ونزيد نعمل فيديوز بحال هادو. انا قوس عم نعمل مره ننزل حلقه بحال هيدا
ندخلوها مره في السيمانه ننزلوا حلقه بحال هكذا. المهم اخوتي حتى نتوما اللي عنده شي فيديو ولا اللي عنده شي حاجه تضحك بحال هذه الحلقه ولا كذا يصيفطها لي في الانستغرام ديالي ولا يصيفطها لي في فيسبوك، وان شاء الله نبقى نعملوا هاد الرياكشن مره في السيمانه. كنتمنى يعجبكم. المهم اللي عجبو الفيديو اخوتي لايك. المهم الخوت انا غنساليو في الفيديو ديالنا، وكنتمنى لكم ساعه سعيده ان شاء الله، والسلام عليكم.